السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كابتن سوريا، تحياتي لكم. الله يسعد أوقاتكم يا رب. أيام قليلة جدا وتبدأ التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بعد اعتذار الجانب القطري يعني استضافة معسكر لمنتخبنا السوري. بيرجع الجانب القطري بيعتذر وبيستضيف منتخبنا السوري، وبذلك يتم تثبيت مباراة سوريا والجزائر مباراة دولية ودية استعدادا لتصفيات كأس آسيا، والمنتخب الجزائري عم يستعد أيضا. لكن وجب التنبيه أنه مباراة سوريا والجزائر ليس منتخب الجزائر الأول اللي بيلعب في رياض محرز واللاعبين المحترفين بالدوريات الإنجليزية والفرنسية، هذا منتخب الجزائر المحلي فقط للاعبين المحليين، وهذا الشيء أعلن عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم لما أعلن جدول مباريات المنتخب الجزائري المحلي. طبعا المنتخبات الإفريقية عندها منتخب أول، منتخب محلي، منتخب أولمبي، غير الجانب السوري اللي عندنا منتخب سوري أول ما عندنا غيره. عندهم بالجزائر عندهم منتخب جزائري أول والمنتخب الرديف أو المنتخب للاعبين المحليين. حتى أيضا في إفريقيا هناك بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، يعني رح نشوف مباراة سوريا والجزائر من دون المحترفين، وما حدا يحلم برياض محرز واللاعبين الآخرين. موعد المباراة راح تكون بقطر يوم الخميس القادم الموافق 26 آب أو 26 أغسطس 2021 توقيت المساء. أكيد توقيت المباراة راح يكون مساء، لحد الآن ما أعلنوا عن توقيت المباراة أو ملعب المباراة. منتخبنا السوري حاليا عم يستعد بدمشق باللاعبين المحليين طبعا بعد إصابة السومة، وعن في كلام كتير راح نوافيكم فيه بفيديو مفصل بإذن الله. لكن مباراة سوريا ضد منتخب الجزائر المحلي راح تكون الخميس 26 الشهر، والمكان بدوحة قطر بإذن الله. إذا كان في بث تلفزيوني راح أكون معكم ببث مباشر بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.